هذا المسار احنا جينا من قلعه السكر من الناصيه ان المسار باب الشرجي. هذا مسار باب الشرجي لافه اليهودي الايراني المصري بنقلايش، يعني هم ظلوا كيفهم يحكمون وكيفهم يشتغلون، احنا ظلنا بكيفهم، يعني كيف بك طلعونا هم، لو ما طلعونا هم نرجع للفندق ننام بعد ما نقدر نشتغل، ظل يمهم هم وكيف هم كاظمين الشغل، هم كادر لبابيه، كادر سيراميك، كادر حداد، كادر نجار، يعني هم كيفهم يظل الشغل، احنا ناس مستنسين عندهم بك طلعونا، اذا ما طلعونا نرجع للفندق. اعدادهم هواي، اعدادهم هواي عمي 5000 6000 هنا رحمه لهم وكفوا. هم هسه المشكله لاتهم جايين كادر نجارين، كادر لباخين، كادر مطبقشيه، كادر يعني وين تمشي؟ يقول لك انا هذا ما ظلت له فرصه صاحب. اي والله العظيم ما مرض صحيح ما عندنا فرصه. احنا هو بالنسبه لنا احنا ناس اهل بغداد امورنا شويه بيها باب وجواب، يعني تروح لاهلك تسبح، بس هالمساكين هاي المحافظات شنو ذنبها يعني؟ بصرة زين شنو ذنبها؟ مثلا يدفع غدا وريوق وعشاء بيش ب 7000 ب 8000، النوبه جاك غدا وريوق وعشاء ب 7000، يوميته 14 15000 دينار ما طاب له دينار. زين وهو عياله غادة ترجع يودي لهم عود 100000. زين وين يعني؟ هسه احنا عم نقول لهم هلا هلا بولد كام، هلا هلا بناس كام، واحنا ما عندنا يعني.